بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة، وأعله أحمد وقواه الدارقطني. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في من جامع ناسيا، فالمشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره سبق أن تكلمنا على صدر الحديثين، وبقي علينا اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في من جامع زوجته ناسيا أنه صائم شهر رمضان، فما الحكم؟ فهل يؤاخذ بالنسيان أم يعفى عنه بالنسيان؟ قولان للعلماء رحمهم الله. المقدم في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يؤاخذ بالنسيان كما يؤاخذ بالتعمد، أنه لا فرق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله هلكت، فقال: ماذا أهلكك؟ ماذا عليك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجد رقبة؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق، ما أجد إلا هذه، وأشار إلى رقبته. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكانا؟ قال: يا رسول الله لقد بت أنا وأهلي البارحة بلا عشاء ولا ذقنا شيئا. فجلس الرجل ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. قل: قال: خذ هذا التمر وأطعمه أهلك، وأخذ هذا تصدق به على 60 مسكينا. قال: يا رسول الله على أهل بيت أفقر مني، ما في الوجود في المدينة كلها أحد أفقر مني. فقال: أطعمه أهلك، عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الناس مثل المتعمد لا يعفى عنه، لكونه صلى الله عليه وسلم ما قال له: أنت تذكر أنك صائم أو ما تذكر؟ ما سأله عن هذا في ترك السؤال عليه الصلاة والسلام عن هذا الموضع، دليل على أنه لا فرق بين الناس والمتعمد. القول الآخر أن الناس يعذر بذا نسيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فدل على أن الناس في الجماع يعذر ولا كفارة ولا قضاء عليه، وصومه صحيح. اختلف العلماء في هذا رحمهم الله، وعرفنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا فرق بين الناس والمتعمد، وعند الأئمة الثلاثة أن الناس لا يؤاخذوا بنسيانه، وليس عليه كفارة ولا قضاء.
نعم. اختلف العلماء في من جامع ناسيا، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره أن عليه القضاء والكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في الرجل الذي قال هلكت، إنما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد فلا قضاء عليه ولا إنما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأن الكفارة ماحية للذنب، ومع النسيان والإكراه والجهل لا إثم يمحى. قال ابن عبد البر: الصحيح أن الجماع كالأكل في الإكراه والجهل، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال هو قياس أصول أحمد وغيره. وعليه فيكون قوله من نسي فأكل أو شرب مثالان في الباب. ويؤيد هذا القول رواية الحاكم عن أبي هريرة: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلفظ أفطر عام في الجماع وغيره، وقوله ولا كفارة تفيد الجماع، لأن الكفارة لا تكون إلا في الجماع، وإنما مثل بالأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان. فائدتان: الأولى المفطرات. أولا الجماع، وهو نفس أذكر رحمه الله المفطرات التي أجمع عليها العلماء. نعم. أولا الجماع، وهو نفس تغييب حشفة الحشفة في قبل أو دبر ولم يحصل إنزال، وهو أعظم المفطرات، لأنه يوجب مع القضاء الكفارة في الجملة. ثانيا إنزال المني باختياره ولو بدون جماع. ثالثا الأكل والشرب. إذا أنزل المني بسبب معالجة ذكره بشيء ما بيده أو غيرها، وأمنا نزل المني منه، فإنه يفطر بهذا لأنه تعمد ذلك، بخلاف ما إذا أنزل المني بتكرار النظر أو بدون اختياره فإنه لا قضاء عليه. نعم. ثالثا الأكل والشرب، ومنه الدخان. شرب الدخان وغيره، الدخان حرام في رمضان وفي غيره، لكن إذا شرب الدخان في رمضان فإنه يفطر بهذا، لأن الدخان يصل إلى جوفه وصدره. نعم. رابعا الإبر المغذية التي يقصد منها إيصال الغذاء إلى البدن، سواء كانت في العضل أو في الوريد. الإبر المغذية يعني اللي فيها طعام له يغذيه، هذه ممنوعة للصائم لأنها تكفيه عن الطعام والشراب. نعم. خامسا إخراج الدم الكثير بالحجامة أو الفصد أو سحبه بمبعض. إخراج الدم بالحجامة أو الفصد أو غيرها. الحجامة أن يضع المكاتل والمحاقين التي يجذب بها الدم على جسده ويبشطه ثم يمصه ثم يبتيل الدم على هذه المحافل، فإذا سال الدم باختياره، يعني أن المرأة عمل هذه العملية، فإنه يفطر بذلك لأنها تضر جسده وتنهكه، وإن كان عاقبتها حسنة لأنها علاج نبوي، الحجامة علاج نبوي، لكن إذا ضرت الجسد أو أتعبته فإنه يفطر بذلك رفقا بحاله، لئلا يضر جسده يجمع له بين سحب الدم والصوم فيضره. فإذا سحب الدم بالحجامة أو الوسط أو غيرها فإنه يفطر بذلك. نعم. سادسا خروج دم الحيض والنفاس. خروج دم الحيض أو النفاس يفطر الصائمة إذا صامت المرأة فخرج دم حيضها، فإنها تفطر بهذا لأنها في حاجة إلى الطعام والشراب، مع خروج الدم في حاجة إلى الغذاء، فرفقا بحالها
جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تفطر أي تأكل وتشرب حتى لا تتضرر بجمع بإخراج الدم بخروج الدم مع المنع من الأكل والشرب. نعم نعم. سابعا حقن الدم في البدن. حقن الدم في البدن لأنه يكفيه أحيانا عن الطعام والشراب إذا وضع فيه دم كثير ينفعه يستفيد منه فإنه يفطر بهذا. نعم. ثامنا تعمد القيء. تعمد القيء يفطر كما قال ومن استقى فليقضي. من استقى أي طلب القيء فعليه القضاء بخلاف ما إذا ذرعه القيء جاءه بدون اختياره وتسلط عليه القيء فإنه لا يفطر بهذا ولا يضيره. نعم. الثاني غير المفطرات. غير المفطرات أو ما فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تفطر هذه الأشياء أو لا. أولا الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من الناس. الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من الناس هذا لا تضره لأنه يعفى عنه بنسيانه. الأكل والشرب هذا باتفاق إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فعليه أن يتم صومه لقوله صلى الله عليه وسلم ونصي على ذلك. أما غير الأكل والشرب كالجماع فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يؤاخذ المرأة بالنسيان لأنه غالبا لا ينسى مثل هذا لأن له مقدمات الجماع وهكذا فما يحتاج أن يذكر أنه صائم فإذا أفطر عمد أو شرب أو أكل متعمدا أو جامع زوجته غالبا أنه يكون متعمد لا ناسي فإذا تعمد فعليه القضاء والكفارة وإذا كان ناسيا ففي الجماع خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. ثانيا الكحل وتقطير الأنف والأذن ودواء الجروح في أي مكان في البدن. هذه القطرة قالوا إنها مفطرة أو لا أو ليست مفطرة محل خلاف والصحيح أن القطرة إذا كانت في العين أو في الأذن فإنها لا تفطر لأن العين والأذن ليستا منفذا للطعام بخلاف الأنف فالأنف قد تفطر لأنه منفذ للطعام أحيانا. نعم. ثالثا الإبرة التي يقصد بها إيصال الدواء إلى البدن سواء في العضل أو الوريد. الإبر اللي فيها الدواء فيها قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنها مفطرة لأنها توصل الدواء إلى داخل الجسم فيستعين بها ويتقوى الجسم بها. آخرون قالوا لا تفطر لأنها ليست في معنى الطعام والشراب. نعم. رابعا خروج المني أو المذي بغير اختياره. خروج المني أو المذي بغير اختياره يعني المني الذي إذا أخرجه باختياره أفطر فكذا إذا أخرجه بغير اختياره إذا خرج بغير اختياره فإنه لا يفطر كمن فكر في زوجته أو فكر فيما يعمله وإياها فانتشر ذكره ثم أنزل هذا يعذر بإنزاله لأنه ليس باختياره رد ذلك. وكذا المذي هو شيء لزج
يخرج عند تحرك الشهوة، والمذي والمني والمدي والبول أربعة أصناف، البول معروف، والودي هو الماء الأبيض الذي يخرج عند التعب والإرهاق، والمذي يا ماء لزج يخرج عند تحرك الشهوة، والمني وما يخرج دفقا بلذة بإنزال بقوة، هذا فيه القضاء إن كان باختياره، وإن لم يكن باختياره فهو معذور فيه، وكلها نجسة سوى المني، فالمني ليس بنجس بل هو طاهر، لكن لكونه يأخذ من نشاط الجسم وقوته فيجب الاغتسال له. نعم. خامسا، دواء الربو باستنشاقه. دواء الربو باستنشاقه على أساس أنه لا يدخل جوفه منه شيء، وإلا فالربو يعني يؤثر على الإنسان في صدره، فإذا استنشق دواء لا يدخل إلى جوفه وإنما هو هواء، قالوا عللوا ذلك بأنه هواء، والهواء ليس بأكل ولا شرب ولا يفطر الصائم، واجتنابه أولى لأنه لا يخلو من دواء فيه، ودواه قد ينسل إلى الحلق ومن الحلق يصل إلى الجوف. نعم. ونحو هذه الأشياء فهي أمور فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن الأرجح عدم الإفطار بها، فإن شيخ الإسلام أرجع المفطرات كلها إلى نوعين، أحدهما أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه مثل الأكل والشرب وما ناب عنهما، الثاني أشياء يحصل من خروجها من البدن ضعف له وإنهاك فمنعت رحمة بالصائم لئلا يجتمع عليه ضعف الصيام وما ينهك بدنه، وذلك مثل الجماع والحجامة. لما ذكر الشيخ الأشياء التي اختلف العلماء في الإفطار بها مثل الكحل والحقنة، قال: إن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه ولعلمها. هذه الأشياء يحتاجها الإنسان أحيانا دائما، وهي من الأشياء الضرورية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نبه عليها دليل على أنها ليست مفطرة، لأنها لو كانت مفطرة لقال اجتنبوها لا تفسد عليكم صيامكم، لكنه سكت عنها فهي من المسكوت عنه حينئذ. ولعلمها الصحابة ولبلغوه كما تلقوا سائر شرعه، فلما لم تبلغ علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا في ذلك. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات في مجال التداوي. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 1418 صفر الموافق 1997، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة ما بين 1418 صفر الموافق 1997، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء والنظر في الأدلة في الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء، قرر ما يلي: أولا،
الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: أولا قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ثانيا الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ثالثا ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي. رابعا إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. خامسا ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى من قسطرة أنبوب دقيق أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة. سادسا حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. سابعا المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ثامنا الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية. تاسعا غاز الأكسجين. عاشرا غازات التخدير البنج ما لم يعط المريض سوائل محاليل المغذية. حادي عشر ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. ثاني عشر إدخال قسطرة أنبوب دقيق في الشرايين لتصبير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. ثالث عشر إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. الرابع عشر أخذ عينات خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. خامسة عشر منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل المحاليل أو مواد أخرى. السادس عشر دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. السابع عشر القي غير المتعمد بخلاف المتعمد الاستقاء. ثانيا تأجيل إصدار قرار في الصور التالية للحاجة إلى هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كأن المجمع الفقهي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي ومعه الدواء ومعه الدورة الدوائية الطبية أنهم لا يرون هذه مفطرات وهذه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فلا نجزم بأنها ليست مفطرة بل يتحاشاها الصائم في النهار. نعم. ثانيا تأجيل إصدار قرار في الصور التالية للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة. أولا بخاخ الربو واستنشاق أبخرة المواد. باء الفصد والحجامة. جيم أخذ العينة من الدم المخبر للفحص أو نقل دم المتبرع به أو تلقي الدم المنقول. الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاف الباريتون أو في الكلية الاصطناعية. ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل لبوس أو منظار أو إصبع للفحص الطبي. العملية الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعط شيئا من السوائل والمحاليل المغذية والله أعلم. هذه أحببنا تطلع عليها وليست باتفاق، بل كثير من الأشياء التي قال إنها ليست مفطرة هي بالحقيقة مفطرة، فيرجع إلى القول الراجح في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة. الأولى أن تنظر إلى موضع السجود ولا تنظر إلى الكعبة، فإن رفعت نظرك لترى الكعبة هل هي بحذائك أو ما إن عنها أنت قليل أو كذا فلا بأس، لا يضر النظر إلى الكعبة لكنه ليس مطلوب. يقول السائل:
ما حكم تقليم الأظافر في رمضان؟ لا بأس بذلك ولا يؤثر على الصائم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة وما أقوال العلماء فيها؟ استحب رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة استحبابا لا وجوبا. إن رفعت يديك أو لم ترفعها صلاتك صحيحة، لكن يستحب أن ترفع يديك في التكبيرات الأربع. يقول السائل: ما هو الأفضل في الوضوء، البدء بالوجه لنص القرآن أو باليدين مثل السنة؟ غسل اليدين في مقدمة الوضوء، ليست من الوضوء وليست من أركانه ولا من واجباته، بل هو سنة مستحبة أن يغسل يديه قبل أن يمس الماء. فإذا لم يغسل يديه فلا بأس، وبدأ بغسل الوجه فلا بأس. غسل الوجه ضروري وواجب واجبات الوضوء، وأما غسل اليدين فليس بواجب. يقول السائل: ما حكم من أفطر في السفر ثم قدم في نهار رمضان، هل يمسك؟ عليه أن يمسك خروجا من الخلاف. يقول السائل: ما حكم اللقطة في بيت الله الحرام؟ اللقطة لا تحل في بيت الله الحرام إلا لمن أنشدها، أما إذا أخذها ولم ينشدها فتعتبر سرقة ولا يجوز ذلك. يقول السائل: هل النوم اليسير ينقض الوضوء؟ النوم اليسير لا يحلو إن كان جالس ويسمع الحديث الذي حوله، فإن سكتوا انتبه، هذا لا يؤثر على وضوءه. أما إذا كان متكئ أو مستند إلى جدار أو نحوه ولا يدري ما حوله فإنه ينقض الوضوء. يقول السائل: جاري زوجته تخونه مع رجل آخر، وقد رأيته عندها كذا مرة، وسألت شيخا وقال يجب أن تبلغ زوجها أو تأثم، وأنا أخاف أن يحصل فيها مقتلة، والرجل جزار في المنطقة وأعرفه، ماذا أفعل؟ يحسن بك أن تنبه الزوج على بعض الأمور، وإن لم تصارحه بذلك صراحة لعله ينتبه لأهله، خشية أن هذه المرأة تدخل عليه ما ليس له. ويجوز لك أن تعلمه، أن تعلم الزوج بما يحصل حتى ينتبه لأهله. يقول السائل: نصلي جماعة في العمل، لكن بعض الإخوة يتهاونون ولا يصلون معنا، فما نصيحتكم؟ عليكم أن تناصحوهم لعل لهم عذر وأنت تلومه فتناصحه ليبين لك عذره إن كان عذرا شرعيا، وإن لم يكن عذرا شرعيا فعاتبه وارفع أمره لمن هو أعلى منه على شان يؤدبه. يقول السائل: من شم البخور هل هو من مفطرات الصوم؟ نعم، البخور مفطرات الصوم، لأن الدخان من مفطرات الصوم، البخور كذلك لأنه دخان يتصاعد ويدخل الخياشيم ويصل إلى الصدر وإلى الجوف. يقول السائل: كم مقدار زكاة الفطر بالكيلو؟ زكاة الفطر أكثر من كيلوين وأقل من الثلاثة، فإذا أخرجتها فزد في الكيلوين قليلا ويكفي كذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل يضر التنقل بعد صلاة الفجر لانتظار الشروق والصلاة؟ يرى بعض العلماء أنه يلزم لمن أراد الثواب المترتب على الجلوس أن يجلس في مكانه الذي صلى به الفجر ولا ينتقل منه، ويرى بعضهم أن المسجد كله مكانا للجلوس، يجلس حيث شاء ويقوم إلى حيث شاء من الأماكن. يقول السائل: ماذا أفعل إذا فاتتني التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؟ إذا فاتتك التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة فأنت بالخيار، إن شئت إذا كبرت
تبدأ بالدعاء الذي فيه الإمام إن كان في الصلاة على النبي أو كان في الدعاء للأموات، فأنت تقارن وتمشي معه. أو بالخيار بين أن تبدأ صلاة الجنازة من أولها، فأنت بالخيار بين الأمرين. فإذا بدأت من أول صلاة الجنازة فإذا سلم الإمام فأكمل صلاتك، وإذا بدأت مع الإمام فأت ما فاتك قضاء. يقول السائل: هل يجوز السفر من أجل أن يحتال على الصيام فيفطر بحجة السفر؟ لا يجوز هذا، لأن هذا من الحيل المحرمة، فيحرم على المرء أن يسافر من أجل أن يفطر. ما له غرض في السفر سوى الفطر، فهذا لا يجوز له. والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. يقول السائل: نويت أن أعتكف 10 الأواخر لأنها سنة مؤكدة، ولكني أريد أن أخرج للعمرة وأرجع، فهل يجوز؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تخرج للعمرة ما دمت معتكف، فلزم معتكفك واعتكافك أولى لك من خروجك للعمرة. يقول السائل: ما حكم من ترك الطواف لكثرة النساء المتبرجات؟ هذا ليس بعذر، وإنما قد يكون هذا من إيحاء الشيطان ليحرم المرأة من الطواف. فعلى المسلم أن يطوف ويكف بظهره ولا يؤذي أحد، إذا استطاع أن يطوف حسن، ولا يلزم أن يماس النساء ولا يقوم منهن، بل يبتعد عنهن، وليس عليه شيء في هذا. يقول السائل: أنا من دولة فقيرة وأحج وأعتمر كل عام، فقال لي أحد طلبة العلم: الأولى أن تعطي الأجرة لأحد طلبة العلم ليعلم القرآن كان أفضل، وأجعل المال في تعليم القرآن، أي خدمة القرآن. نعم يا أخي، ما قال لك طالب العلم هذا صحيح، لأنك إذا اعتمرت أو حججت أكثر من الواجب عليك فإنك تنفق أموالا كثيرة في هذا، فلو وفرتها وجعلتها يتعدى نفعها، لأن النفقة أحيانا تكون لا يتعدى نفعها كنفقة الحج، وأحيانا يتعدى نفعها كنفقة تعليم القرآن ونفقة الفقير وغير ذلك من الأمور. فكونك تشبع بها جائع أو تكسو بها عاري أو تصحح بها مريض أو نحو ذلك لعله أنفع لك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. يقول السائل: كيف تصبح قلوبنا كقلب أبي بكر رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما شيء وقر في قلبه؟ هذا توفيق من الله للعبد مع اجتهاد العمل في الطاعة. إذا اجتهد العبد في الطاعة الله واجتنب المعصية، فإن الله جل وعلا يصحح قلبه. كان أبو بكر رضي الله عنه سباقا إلى الخيرات، فبهذا حصل على هذه المزية والنعمة من الله جل وعلا. فمن اقتدى به في السبق إلى الخيرات فهو خير له. هذا عمر رضي الله عنه أراد يوما أن يسابق أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، فحث النبي على الصدقة، حث صلى الله عليه وسلم على الصدقة على الفقراء، فذهب أبو بكر وجاء بماله كله، وذهب عمر وجاء بنصف ماله، فظن أنه في هذا يسبق أبا بكر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: الشطر، أي نصف المال. قال: ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما وعد الله ورسوله، يعني ما ترك شيئا لعياله رضي الله عنه. فقال أبو عمر رضي الله عنه: ما أعود لمسابقة أبي بكر أبدا. يقول السائل: ما حكم حجز المكان لرجل ليس في المسجد؟
أجل مكان الإنسان في الحلقة أو في الطواف أو فيما ذهب يتوضأ أو نحو ذلك فلا بأس. وأما إذا حجز المكان الإنسان النائم في داره أو يشتغل في دكانه فلا يجوز له ذلك. يقول السائل: إذا كانت لقطة الحرم تمرات أو طعام أو شراب وسيرمى ويدعس، هذه لا تضر، لك أن تأخذها ولا بأس، لأن أصل مجيئها للحرم لأجل إطعام الناس إياها. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.